ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. مرحبا بك سيد عز الدين. إذن جمعة جديدة ضمن فعالية مسيرة العودة تضامنا مع خان الأحمر، إلى ما ترجع استمرار الزخم الشعبي طوال هذه المدة على الرغم من الانتهاكات الصهيونية ضد المتظاهرين السلميين؟ يعني نرجعه إلى الإرادة التي تولدت لدى الشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء هذا الحصار على غزة أولا، وبضرورة إيصال رسالة قوية للاحتلال على أن العودة حق لا يخف التقادم، وعلى أن الشعب الفلسطيني موحد، وعلى أن غزة هي أخت الضفة والضفة هي أخت القدس والقدس هي أخت مناطق 48. رسالة واضحة يسطرها الشعب الفلسطيني أسبوعيا ضمن هذه المسيرات، على أن الاحتلال إلى زوال، وعلى أن المقاومة بكافة أشكالها مستمرة. وخير دليل على ذلك ما شهدناه اليوم في قطاع غزة من تضامن ومن مسيرة من فعاليات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر المهدد بالتهجير والهدم. وهناك أنباء عن تجميد محكمة الاحتلال الصهيوني هدم الخان الأحمر حتى منتصف آب أغسطس المقبل، هل كان الحراك الشعبي هو السبب أثر بتأخير صدور هذا القرار؟ بلا شك الحراك الشعبي الذي ربما استجلب ضغطا دوليا أيضا أوروبيا تحديدا، والصمود الذي أبداه قبل كل شيء الفلسطينيون البدو في هذه المناطق من رفض لهذه القرارات ومتصدي للجرافات بأجسادهم العارية، هذا الأمر ربما يعني بالتأكيد عفوا هو الذي يعني أعاد أو دفع الاحتلال لإعادة حساباته، ونأمل أن يعني يتراجع في النهاية، وأن يعني تتراجع سلطات الاحتلال عن هذا القرار الذي للأسف هو ضمن قرارات يعني لن تتوقف، وقرارات طالت 17 تجمعا فلسطينيا أو 17 تجمعا للبدو الفلسطينيين في هذه المنطقة. الاحتلال الصهيوني توعد غزة بعملية عسكرية إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية، ولكن يبدو أن المتظاهرين مستمرون في مقاومتهم، إلى أي مدى ترى أن هذا الحراك السلمي أثر في الاحتلال الصهيوني؟ يعني العرب يقولون الصراخ على قدر الألم، الاحتلال عندما يصرخ بهذا الشكل وعندما يعلن جهارا نهارا على أن يعني يهدد و يتوعد المدنيين والمسالمين في غزة بحرب ردا على مجرد طائرات ورقية أو بالونات تحمل عبوات حارقة بسيطة، هذا دليل واضح على أن الاحتلال يتعامل مع يعني شكل نضالي جديد أبدعه الشعب الفلسطيني، هو عاجز عن يعني محاولة يعني التصدي لهذا الحراك. في البدايات الاحتلال كما تكون حاولوا وضع هذا الحراك ضمن الجهد العسكري للمقاومة الفلسطينية، لكنه فشل في ذلك بعد أن أجمع الرأي العام العالمي على سلمية هذا الحراك، وعلى أنه حراك سلمي، تظاهرات سلمية يشارك فيها جميع شرائح الشعب الفلسطيني، فهو بذلك يريد الآن أن يدفع بورقته الأخيرة بالتهديد وبالوعيد لدفع الشعب الفلسطيني للتراجع، ولكن هذه التهديدات لن يعني تجلب له شيئا، ولن تؤثر في عزيمة المتظاهرين الذين يتظاهرون منذ يعني أشهر بعزيمة لا تكل ولا تمل. سياسيا أنهى وفد حماس مباحثاته في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي في حركة حماس وموسى أبو مرزوق قال إن اللقاء مع المصريين كان الأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى، هكذا قال، ما تعليقك؟ يعني لا شك عندما يعلق شخصية بحجم موسى أبو مرزوق لا شك أن هنالك شيء يعني حدث في هذه اللقاءات التي لم تقتصر بحسب ما أعرف على موضوع المصالحة. حماس والفصائل الفلسطينية قالت أن اللقاءات التي جمعت وفد حماس بالمصريين تناولت لا شك موضوع المصالحة، وتناولت موضوع الوضع الإنساني والترتيبات الإنسانية في غزة، وأيضا العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة، بالإضافة إلى أن القاهرة لم تكن يعني وجهة لحماس فقط، هنالك الجهاد الإسلامي التقى أيضا المخابرات المصرية، وقبل أسابيع أو قبل أسبوع تقريبا كان هنالك وفد من حركة فتح أيضا في القاهرة وتحدثوا عن موضوع المصالحة. بلا شك هنالك شيء تحقق، لكن يعني التجربة علمتنا أن لا نتفائل كثيرا فيما يتم الإعلان عنه،
يعني القاهره اكثر من مره اعلنت ان هنالك تقدم، لكن الحل ويعني عقده المنشار دائما تبرز للاسف في الطرف الذي يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال عدم الاقدام على خطوه جريئه تنهي حاله الانقسام المستمره منذ اعوام. شكرا جزيلا لك عبر سكاب من اسطنبول كاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم.